أزواجه خصوصا أم عبد الله وأبا فاطمة بنت محمد مولى خيلة وأولاد الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفرهم ثم إلى روح سيدي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وسنة بخارجة من ديال القدر والزوجة وبشفاء أن تطه بن أبلا سقاف ولوالدها وابنها من علي بن محمد أنيس الحبشي ولوالدي وسن إرفان وأخي أمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن أبلا سقاف وصول إبراهيم ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد العدروس ولوالديه جدي أحمد عبد الرحمن العدروس وجدتي الزهراء وجدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجي وطلحة وصولهم وفرهم ثم إلى روح خالي وسن خالي علوي وخالي محمد وعمين زين بن عيد وسمي عقيل بن محمد أحمد بن عبد الرحمن سقاف وخالتي نور وخالتي مزنة وخالتي فتوم وخالتي خريج أمة فاطمة وأماتي نور عيني ثم إلى روح عمي جدي جدي ولدي فري محرم ثم إلى روح بحر مرد بن أبي أنا مدرجة ثم إلى روح أخينا أقوس ودار من ودرطة ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا واتيكم والشيخنا وشيخكم وبالخصوص صاحب الرياح الإمام محمد البوسيري وجمع الاتي بيس والمريد وكان على الماء والبقي والزنبل والفرد والأقدر وجميع تراب البشر وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل إذبالية ويرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تاب والمشقة والمطوف والعافية ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع لطف العافية لها دينية وعلى ما نوى حبيبي علي وإمام بوسري وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من زد دمعة من بطلة مستتر عن الوشاة ولا ذائب منحسب مولاي
صاحب عن عذر في صمم إن اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي، وشد من صخب أخشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل خير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه خير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناتكم بفم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى لا لسلمم. لم يمتحن بما تعيا العقول به حرص علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينان من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم.
أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل ضربا ثم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده I'm not afraid.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على من الدروع وعاد
الرؤيا إن له قلبا إذا نبت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيها حال مختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على كما أبرأت وصبا بالأمس راحته وألقت أربا من ربكة اللمم وأعيت سندا شهبا أدعوته حتى حكت وبارك علي وعلى آله دعني ووصفي يا آيات الله طهرا ظهورا للجيرا ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي Yeah.
لمستنبي مولاي صلي
قلوب العدا أنباء بعثته كنبعة أجفلا سفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقنا لحما على وضمي ضد الفرار فكادوا يقبضون به أشلاء شالت مع الإكبان والرخم فما ذي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى لحم العدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتتم من كل منتدب لله مغتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منه بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمن الخط ما تركت أكلامهم حرف جسم غير منعجم شج السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن سلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخل نبت ربا من شدة الحسم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أعجامها تجمي
ولن ترى من ولي خير منتصر به ولا من عدو خير منقسم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم. كفاك بالعلم في العمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. يقلدان ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسرات نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. صلى الله عليه. فإنا لذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. صلى الله عليه. إن لم يكن في المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم. صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي اختطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم.
يا رب
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يترون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه قرنة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيادها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرد بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحمنا بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحسبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأسوى واسقنا بكأسه الأوفى. اللهم
يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك، اللهم إنا نستشفع به إليك، إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك، إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك، إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليك أنت، بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا، وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك استغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، dengan berkat pembacaan burda ini ya Allah, jadikanlah hajat-hajat kami terkabul ya Arhamar Rahimin. Yang sakit di antara kami Engkau beri kesehatan dan kesembuhan ya Allah, terkhusus orang-orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang menitipkan doanya kepada kami ya Arhamar Rahimin. Teruntuk keluarga kami yang telah berpulang kepadamu ya Allah, dari guru-guru kami, orang-orang tua kami, sahabat-sahabat kami, kerabat kami, murid-murid kami, teman-teman kami, dan orang-orang dari keluarga yang berbuat baik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan kubur-kubur beliau-beliau sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Jadikan kubur-kubur beliau sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Letakkanlah di dalam kubur-kubur beliau-beliau semua ya Allah nikmat-nikmat surgamu ya Allah. Letakkanlah ruh-ruh beliau-beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadikanlah pahala majlis ini ya Arhamar Rahimin teruntuk mereka semua ya Rab, meskipun tidak kami sebutkan namanya satu persatu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir, mendengar dan menyaksikan majlis di hari ini ya Allah, jadikan semuanya mendapatkan barakah dari majlis ini ya Allah, dimanapun berada dan kapanpun berada ya Allah ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti ya Allah, akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة، وعلى منى سيدي وحبيبي علي بن محمد بن نصر الحبشي بمثل دعوة المسابات، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري،
وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، آمين. قبول إن شاء الله. Nanti insya Allah santri-santri jam